نعم مشاهدي الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة. اليوم حلقتنا راح تكون استثنائية وراح تكون بمكان هذه زيارتنا الأولى لهذا القضاء، قضاء جدا مهم ويعتبر واحد من الأقضية الكبيرة جدا في محافظات العراق، ألا وهو قضاء الفلوجة. وأهل الفلوجة الكرام وأهل الأنبار وكل محافظاتنا العراقية هم كرام وهم أصحاب مبدأ وأصحاب طيبة وشهامة. الكثير يسولف وإذا سولفوا يسولفون خصوصا بهذه المناطق اللي تحررت من قبضة داعش الإجرامية. اليوم رجعت الحياة الطبيعية للناس، رجعت حياة الناس بهذا القضاء وبهذه المحافظة. تعرفون تعرضت كثير من المشاكل، تعرضت كثير من التدمير والدمار اللي صابها. وبالتالي إذا نتحدث عن موضوع المساعدات، إذا نتحدث عن إعادة إعمار هذه المناطق المحررة، وتعرفون هواية رصدت مبالغ خيالية وأرقام، لكن على ارض الواقع. وسالت انا اهل المنطقه، قالوا عمي احنا الله مفضل علينا من فوق، والدوله كل شيء ما قدمت، ترى هذه منظمات خيريه، منظمات انسانيه، وناس هم اللي عمروا واعاده مناطقهم صارت على ايدهم. انا قبل ما اطيل بالكلام حتى اعطيكم لقطات عامه، مثل ما تلاحظون الان هذا الشارع الرئيسي واحد من الشوارع المهمه في هذا القضاء، وأيضا هذا السوق هو واحد من أهم الأسواق اللي موجودة في هذا القضاء. يعتبر هذا السوق أقدم سوق في قضاء الفلوجة، وتعرفون قضاء الفلوجة قضاء ثاني أكبر الأقضية بعد قضاء الشطرة، وتعرفون حياة الناس بظرف مرت به الناس بشكل عام، عن موضوع الاقتصادي، عن موضوع البنى التحتية، عن مواضيع تخص الناس بشكل مباشر وبشكل واضح. حتى نتفضل ونشوف المنطقة بداخل القضاء، وهذا السوق هو سوق القديم أو السوق الرئيسي أو سوق النزيزة. سوق النزيزة هو واحد من أقدم الأسواق في هذا القضاء. مثل ما تلاحظون حركة الناس طبيعية وحركة الناس مستمرة، وأكو حركة عمل، أكو حركة عمل، لأنه بصراحة من تلاحظ هذا العدد من الناس ومن المواطنين اللي موجودين في هذا المكان، أن نشوف أكو حركة ناس. السلام عليكم حبيبي، شلون أخوي؟ الله يسلمك. حياك الله. الله يقوي عافيتك. الحمد لله. إن شاء الله زين. الله يسلمك. احنا وياكم بالفلوجة وبهذا القضاء المهم، ونريد نسولف عن وضع القضاء. احنا بشكل عام والله زين زين، يعني الوضع الحمد لله، اي احوال طبيعيه والامور زينه والوضع زين، وما شاء الله المسواق يعني رخيص، الاوضاع كلش زينه يعني. سوقكم رخيص؟ اي الحمد لله. ليش رخيص؟ يعني ايش قد يوصل تقريبا اسعار؟ ايش قد عندك هسه الطماطم مثلا؟ خيار طماطم ب 500، خيار بتيتا ب 500، اي كله على 500، كله على 500. زين، هذه زراعتنا لو مو زراعه؟ لا زراعتنا، طماطم زراعتنا، البوتيتا عندنا، بس البوتيتا مو زراعتنا، إيرانية. اي اي مستورد. المستورد قليل بسوق الفلوجة لو هم هواية حاله حاله سوق؟ لا والله هسه قليل، هسه قليل يعني المستورد حيل قليل، عندنا بس البوتيتا هسه مستوردة، ولا هذا بقية الزرع كله زرعنا. زرع عراقي؟ اي نعم. من مناطق الفلوجة والرماد؟ اي عند الطماطم مال كربلاء، الخيار مالنا، اي الباذنجان مالنا، يعني مال زوبع. يعني بما انه الزراعه اكو ناس متوجهه للزراعه هسه، لانه بعض الاماكن يقول لك الزراعه انتهت، لانه محصول يطب المستورد يدمر المحصول، وبالتالي الناس اضطرت ما تزرع. زين مستمرين الناس يزرعوني؟ نعم مستمرين يزرعون، يعني ما يقطعوا، حتى يعني مرات يخسرون بالزرع، يعني تصل علاقه الباذنجان بليف، الطماطم مرات صندوق بليف، اي بس مع ذلك يظل يزرعون. ايه مستمرين يعني بالزراعه. مشاكل امنيه ماكو؟ لا ماكو مشاكل، الحمد لله مستقر الوضع.
الحمد لله. تحياتك حبيبي. يا طيب حبيبي. شوف انا البارحه كنت بعلوه الرشيد وشفنا المحصول وحكينا مع المواطنين وتحدثنا مع المواطنين بشكل عام. اليوم من اكو وجهات نظر بداخل قضاء الفلوجه انه تشوف اكو ناس تزرع، اكو ناس مهتمه بالزراعه، لذلك انه هذا موضوع ايضا مهم لانه الناس صار عندها عزوف عن الزراعه بصراحه واصبحت الناس ما تريد الزراعه نهائيا. بالتالي انه يقول لك انا خسران، ولذلك انه ما اقدر اخسر اكثر من هذه الطاقه او اكثر من هذا المحصول اللي يكون للاسف ما يلزم فلوس. هذه اللقطات، هذه الصور اللي موجوده، طبعا تحيه حب وتقدير للاخوه القوات الامنيه والى مديريه شرطه قضاء الفلوجه لتقديمهم الخدمه ومساعدتهم لنا في اكمال حلقتنا اليوم. السلام عليكم. شلون اخوي؟ هلا اخوي. حياك الله. الله يسلمك. شلون عافيتك؟ هلا بيك. بشر شلون الفلوجه؟ والله ان شاء الله بالطيبين مالتها ان شاء الله. اي والله. زين. خدمات، وضع الخدمات شلون؟ والله كل زين الخدمات. زين. الحمد لله الخدمات والله زين وما مقصرين. سيد المحافظ، نائب الفني، الشؤون الفنيه، استاذ جاسم العسل، والله ما مقصرين. يعني اكو اعمار بالمنطقه؟ نعم اكو اعمار بالمنطقه. زين. هذا السوق القديم؟ نعم هذا السوق القديم. شنو اللي صار بيه؟ شنو اللي انبنى بيه؟ والله يعني الشوارع الارضيه نعم. والبوابه الرئيسيه؟ نعم البوابه الرئيسيه، هاي السوق القديم، هو تعرف انت السوق القديم لازم الارث ماله يرجع. نعم. يمكن اقدم شيء بالقضاء هو هذا السوق. نعم, نعم هو السوق هذا القديم. هو يسمونه نزيزه. والله ما اعرف بالضبط اني. لا والله ما اعرف. والله ما اعرف بالضبط. ايوه. هذا كان يعني المحلات يطلع من جواها مي. زاد القدماء يعرفونه بس انا لا والله ما اعرف. اي والله. مسواكم زين هنا بالقضاء؟ لا الحمد لله. والله اسعار زينه ومناسبه، طماطم 4 بلف، خيار 500، يعني حيل زينه. حلو. الحمد لله. الناس تزرع. تزرع هنا بالقضاء لو بعد عافة لا اكو زرع. نعم اكو زرع. اكو زرع. الله يسلمك اخوي. مشكورين عيني. تحياتي لك حبيبي. تحيات. الله يساعدهم اخوان، شلونكم؟ مثل ما تلاحظون الحركه بالسوق. السلام عليكم. شلون اخوي؟ حياك الله. ايش قد بالالف؟ 40 بالف. 40؟ ايه 40. 40 بالف. 40 بالف. عندنا 8 بالف. نعمه من الله. نعمه. الحمد لله. ان شاء الله خير. خير الجميع ان شاء الله. منا من القضاء. نعم من الفلوجة. شلون القضاء من الفلوجة؟ قضاء الفلوجة يعني يعتبر واحد من أهم الأقضية موجودة. نعم. مر بظروف؟ والله حاليا زينة، زين الأوضاع زينة، الأمن مستقر. خير من الله، بس لو ما الرواتب شوية جت تأخر. إي والله مشكلة. أثرت على الناس كلها، كل الطبقة. الناس مو بس على الموظف، على البقال وعلى كل المحلات اللي يشتري من العتة تأثر عليها. هو حركة الناس بالراتب. نعم إيه. إنه يجي الراتب يستلم الموظف يصير اكو حركة بالسوق. نعم. يصير. زين وضع الخدمات، إذا أردنا نسولف عن الخدمات اللي موجودة بالقضاء، عن مستشفيات مثلا، عن مدرسة، مدارس موجودة انبنت جديدة؟ لا الحمد لله مدارس موجودة بكل مكان. أي نعم. ومستشفيات زينة يعني خير من الله بركة. عمل، فرصة عمل موجودة بالمنطقة؟ لا والله فرص عمل قليلة، قليلة والله مو اي والله قليلة، مو ذيش الحركة، وعاطلين كثيرين عن العمل، وخاصة اثرت عليهم هاي الفترة مال كورونا، لا وزعوا منح، مرة واحدة انطوا كم واحد سجل، يعني هاي شوية اثرت على ابو العمالة وعلى ابو كل الاجور اليومي اثرت عليهم حيل. تجربتها على التعويضات وسوالف التعويضات. هذه المناطق او بشكل عام اللي تعرضت الى الدمار يعني قبل مجاميع مسلحه وصار اللي صار بذاك الوقت، اليوم رجع الطبيعي. اكو تعويضات صارت للناس اللي فقدت بيوتها مثلا، اللي فقدت حلالها بالمنطقه، لو كل من واحد رجع خبزته الخبز. كل واحد من شده. لا قليل تعويضات. تعويضات لون. وزعوا تعويضات بس قليل، نسبة قليلة. يعني اكو هواية عالم بيوتها واقعة. ما استلموا.
يعني نسبة قليلة جاي يستلمون. واحد بالمية. يعني ما قليل قليل. اي والله. الناس ما استلم. لا اغلب العالم بعدها ما استلمت. معدينكم تستلمون وما استلمت لو. معدين وماشيين معاملات بس بعد لحد الان. ميزانية بعد ماكو ميزانية بالعراق. يومية قالت الميزانية وحجت الميزانية وحجت الرواتب. وقبض باك. الله يكون بالعون. الله يعزك. اسف فخرتك على راسي تسلم. حياك. حياتي لك عزيزي. حياك حياك الله. زاغروس هذه اللقطات طبعا جبناها على التعويضات وموضوع التعويضات اللي تحدثنا به قبل شوي انا والاخ. موضوع التعويضات واهل المنطقه ايضا اكدوا لي النسبه اللي قالها الاخ 1% هذا واقع حال. هذا الرقم واقع حال اهل المنطقه. مثل ما يقول ابو الآن هو اللي يقول لك انا ما مستلم وكثير من الناس اللي ما مستلمين. لذلك نشوف ردة الفعل واضحة على الناس بخصوص التعويضات تحديدا. خلينا نتمشى ونشوف الأخوة اللي موجودين، نشوف مواطنينا الأحبة اللي موجودين اللي يشتغلون في هذا السوق المهم، في هذا السوق الحيوي بالمنطقة بالقضاء. لذلك نشوف انه ترتيب المحلات مثل ما تلاحظون هذه انطيكم هذه الصورة بخط واحد، خط واحد الأخوة اللي موجودين البقالة ماكو تجاوز يعني سوى بعض السنتيمترات يعني مثل ما تلاحظون. وهذا أمر جيد، هذا الأمر جيد من يكون عدم تجاوز على المال العام أو الشارع العام يكون جيد بصراحة. عفو براحتك عفو. هذا الصور احنا بصراحه بما انه الناس لكثره الناس واغلبهم جاي يتسوق فما اريد اعطل واحد من المواطنين انه هو جاي يتسوق باب رزقه واقدر اخره. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ ها بالسلام بالسلام حبيبي. هذه اللقطات هذه الصور اللي تلاحظوها الاخوه القصابه. خلينا نشوف القصابه والله ايش قد عندهم اللحم الكيلو. السلام عليكم. شلون اخوي؟ قواك الله حبيبي. الله يسلمك. شلون عافيتك؟ الله يسلمك. ان شاء الله زين. الله يعزك. شلون امورك؟ الله على راسك. شرفني. يبارك فيك ويسلمك. لحمتنا العراقيه لو غير؟ والله مال الديره لا السوري ولا الايراني والله. اي أيوة والله. هنا ما يدخل هذا لا يجي، اذا يجي السوري الحلال الايراني يجي عن طريق اربيل على بغداد على الشعله ويجيبوه هنا. ينباع هنا. يجي ينباع الناس تاخذه. اكو رغابه لو رغابه اللحم العراقي. عالم اني قصاب يبيع اللحم ايش بدري المشتري هذا سوري وايراني، بس هو نزل. نزل الحلال مال الديره نزل الحلال الطل السوري والايراني نزله والله اثر على السوق. اي بس ذاك الوزن مال السوري والايراني وزنه 30 35 كيلو 40 كيلو الوزن الطلي. اي والله ونزل اللحم. احنا هسه سوقنا ماشي هنا لحمتنا العراقيه ماشيه بالقضاء. اي اكو ناس تعرف لحم الديره من الحلال السوري. مال الديره لحمته صغيره. السوري لا خشن الوزن ماله 30 35 كيلو. والله العظيم. ايش كيلو؟ الكيلو مال الديره ب 12. بس هسه من جاء هذا الحلال السوري نزلت تساوت كلها تساوت الاسعار. صار ايش قد هسه على 12؟ حاليا هسه تساوى السوق ب 10، اكو ناس يبيع بتسعه. اها. اي بتسعه يبيع بتسعه. بغداد يوصل الى 16000 كيلو. بغداد 12 غاليه، بس بغداد مو مثلنا، بغداد يصفي الحمى. يعني اللحم يصفيه، طلع الزند واحد الخاصه مو مثلنا احنا. احنا خابط البيع خابط. اي صراحه واحد ليش اي والله. الله يكون بالعون وموفق معك. الحمد لله الله يعزك ويحفظك. حركة السوق شلونها؟ السوق اللي ينطر رواتب يلا تصير حركة، الرواتب دمرت السوق بأكمله، مو بس الفلوجة كل العراق تدمر. إذا ما ينطر رواتب والله ما يصير سوق، وإحنا نقول الله يعينه بالراتب، لأن إحنا همات على الله وعلى الراتب عايشين. العالم تجي الثاني عندي يبيع، مو بس أنا كل الناس يبيع على الراتب، إذا ما يستلم راتب شلون راح يوفي دينه؟ شلون راح يسدد العالم؟ هيك يا انا والله احنا نتمنى يوزعون الرواتب للعالم حتى ناس تمشي ناس. يعني ابو الراتب من يستلم يجي يصير سوق يصير حركه. هو الراتب ينزل السوق يتسوق وكل الراتب بالضبط من ينزل الراتب لا والله يصير حركه ويصير بيع والناس تمشي. بس هسه ماكو راتب لا والله يصير العمل واقف.
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. رواتب يعني ما تتأمل من قبل الدولة، ما هذا كارثة. الرواتب أثرت السوق. احنا قلنا جانا الكاظمي، قلنا يا جاد الله الحمد لله خيرنا كثير. شو من جانا الكاظمي احنا ما نريد نطعم بيه هاي، بس شو النوب حتى الرواتب راحت. يعني جاءت قبل الرواتب، اي والله الرواتب والناس ماشيه بالصحه والبلديه والغيرها ماشيه. والله العظيم ذول اهل الرواتب الله يعينهم، مطلوب للجمعيه ومطلوب للسوق ومطلوب لها، يجيبهم منا يسددهم منا. احنا واحد يحكي الحق، ليش واحد يظلمهم؟ صحيح. هو هذا الحق انه الناس عندها التزامات مو هينه. بالضبط. اكيد والله، اكيد والله. زين وضع الديره من الجانب الامني شلون هالايام؟ صلى على محمد، يعني ما شاء الله والله ما كلش امان، امان فول. ليش واحد؟ اي والله مفتوح خارجي وين ما ماكو، ماكو مشكله، شي ماكو. تروح بغداد، بصره، موصل، اربيل، كل شيء ماكو. وضعيه زينه والحمد لله والشكر. وهذا اهم بالله، اهم شيء. واحنا نريد الامان، وبعد الامان يصير العمل، وهاي هي شو نريد احنا. وان شاء الله خير. تحياتي لك. سلمك اخوي قلبك حبيبي، حبيبي فدوى قلبك، الله يستر عليك. هذه اللقطات مثل ما قال الاخ قبل شويه انه السوق يتحرك فعلا، من ينزل الراتب السوق يتحرك، يصير به حركه، يصير به حركه بيع وشراء. الناس مو هي مشكله، واحد متعلق بقضيه بالثاني. الموظف لازم يستلم راتب بوقت المحدد، لازم، لانه هذا قانون، مو كيفنا. اثنين، من ينزل السوق يسوق براحته، راح تصير دوامه عمل. هو واحد رزق على الثاني ورزق الجميع على الله. خلينا نشوف هذه اللقطه. طبعا السوق الدخول مالته مثل ما لاحظتم مخضر الان. بدت موضوع الملابس، وبدا موضوع يعني الملابس للاطفال، ملابس الشتويه، ملابس بشكل عام. حتى نقدر نسولف عن الاخوه، عن مسواقهم مثلا، عن وضعهم داخل هذا القضاء، المواد اللي توصلهم، الملابس اللي توصلهم. وايضا مثل ما تلاحظون ترتيب ما شاء الله. السلام عليكم حبيبي، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ حياك الله. يلا زين. بياك الله. حياك الله واهلا وسهلا بك. هلا بيك، هلا بيك. انت مستطرق مو بطريقك؟ مستطرق الحمد لله وشكرا. الحمد لله. شلون شغلك؟ والله الحمد لله، عايشين على الله وعلى هاي الحمد لله. وعندي انا عندي راتب، بس راتب ما يكفيني، وهذا تعرف عندي 13 نفر برقب. اي رحم الله والدك، واشتغل مو عيب هذا. لا بالعكس. اي والله الحمد لله والشكر. اي والله وشغله نظيفه مرتبه، وما شاء الله سوقكم، يعني سوقكم حلو. سوقنا خير من الله، المخضر خير من الله. وتعرف هالرواتب ماكو، العالم تعرف عايشة على الله وعلى الرواتب. اي ما عنده هذا خطية ما يشتري، يقول لك ما عندي، شو اسوي؟ يضطر هذا يخلي عينه عين الله. الحمد لله. اي والله، اي والله. واني ابو من عمي، ابو محمد. ابو محمد هو واحد مرتبط عمله بالثاني، ابو الموظف يستلم راتب يجي يسوق، يتحرك السوق. هسه دخل يصير رواتب، السوق يتحرك، يصير نشاط شويه، وهذا يصير خير من الله. وهذا هسه السوق ما يعني رواتب ماكو، والايه والسوق هسه شويه ضعف يعني. اي ابو المخضر وقف اموره، وابو اللحم وقف اموره. اي يعني شنو رواتب ماكو هسه؟ راح مال شهرين، راح ينطبق مال شهرين، شهر ال 11 وشهر ال 12 ورواتب ماكو. اي اول بارحه قالوا يوم الاحد راح ينزل الرواتب، ما لحد الان ما نزل الرواتب. زين والرواتب ماكو زين، ما ادري يعني هسه الفقير هذا وين. بس انا اقول الحمد لله وشكرا، انا عندي عيشه، مصدر عيشه. اكو ناس ما عندها، اي اكو ناس ما عندها خطيه يعني. هسه سوقكم انتم، انا قلت لك ما شاء الله، والناس ملتزمه بالبسطيات، البسطيات ومرتب السوق. وشوف شلون الترتيب حلو. كان قبل مش براح، كان قبل هسه يعني واحد يطبق على الاخ. هسه يعني مجال حيل، 4 مترات 5 مترات خير من الله. حلو. اي واحنا نشكر جماعه الفوج السادس ومقدم عادي المقدم رشيد، الحمد لله من فضل الله هذا. وشون متعاونين ويا المواطنين. ابو محمد بس قرب لي لنا فدوه. ابو محمد احنا اكو مثل يقول القوم تعاونت ما دلت. رحم الله والديك. اي نعم. وانتم يا ابو محمد اهل المنطقه، وجهاء المنطقه، عشائر المنطقه، اذا ما تكونون ويا القوات الامنيه ايد واحده ويا بعضكم. اي والله. اي نعم، ايد واحده يعني. اذا تعوفه لا تصير دمار. زين
وهسه ما طول لازمينها ما شاء الله من فضل الله، وتعرف ذول جماعه الفوج والقوات الامنيه ما مقصرين ويانا، وجماعه الامن الوطني همات ما مقصرين، كلهم ما مقصرين والله، واحد يحكيها لله والله ما مقصرين اي والله، جزاهم الف خير الف خير والله ما مقصرين. تحتاجون انه انتم هم توقفون وياهم لانه هم اخوتكم هم مو اي هسه احنا مو نفتر، وهذا اخي شوي على صار على راس الدلل يعني مو بيدي خطي اي خدوا عين الرجال مو بيدي الحمد لله اي صار اي محمد هواي نسولف على مناطق الانبار واللي صار بالانبار وناس تعرضت الى الدمار بيوتها راحت دمرت تعويض ماكو تعويضات شنو تعويض لحد الان ماكو. هسه انا راح اسالك سؤال يعني ابو اللي عنده ظهر يستلم تعويض وما اي وما عنده ظهر لا والله ما يستلم تعويض زين. هسه ابو الراتب ابو الجرحى اللي عنده ظهر يستلم مال الجريح والما عنده لا والله ما يستلم. محمد هم ما شو حكم القوة هنا؟ ها يعني اي والله يعني كل من اي والله اي والله استاذ بس انت خلي يما الله ظلت اي ماكو يعني اكو شويه ظهر ماكو ظهر والله. سويتوا معاملات انتم والله هسه انا عندي ابني مال ابني معوق اقسم بالله ابني معوق ويريدون من عندي قلت لهم والله يابا ما عندي والله واحد يقول لي 20 ورقه ابني معوق يعني شلل يعني وهذا مال معين سدت بوجه مال معين وهذا ماكو والله يريدون من عندي قلت لهم والله ما عندي انا ضرير ما عندي عندي هالراتب 400 شو اسوي ال 400 وعندي هالعربانه بس عايش على الله على هالعربانه نقول الحمد لله والشكر قلت لهم والله ما عنده خليه يم الله زين الحمد لله والشكر اي والله عندك جهاز تليفون انا عندي جهازي والله اذا تسمح لي لا خلاني اكتب لك رقمي وبخصوص موضوع الرعايه انا خادمه زين ولا لا تتورط وتروح الناس تطي فلوس وما ادري شلون انا اعطيك الزبده والله مقعد ابني مقعد والله العظيم ما عندي انت سوي يريدون من عندي هذا 20 ورقه هذا 40 ورقه قلت لهم ما عندي اي طيب ولا تطب بهذه المواضيع هذا رقمي وتخابرني بعد الساعه 3 رحم الله والنعم منك طيب الحمد لله وعايش على الله وعلى عربان الحمد لله والشكر يعني لقاء بدون ميعاد انا احكي لك الصراحه من احكي لك الصراحه اقول لك عندي 400 انا راتبي 400 الف بس والله ما يكفني وهاي شهرين ما انطوني ها زين شهرين ما انطوني وعايش على الله وعلى هالعربانه الحمد لله والشكر مو عيب عيب لي بوق وعيب لي مديديه صح عيب لي بوق وعيب لي والحمد وعايشين احسن عيشه الحمد لله والشكر اي والله تليفون يمك وتخابرنا على موضوع المعين وانا اعطيك المونه صير له ما خليت ورحت وهذا اهلي يقول لي 40 20 ورقه قلت له والله ما عندي رحم الله والدك حبيبي محمد تحياتي له السلام عليكم تعال اخوي تعال هنا شلون اخوي شو اخبارك اخي بخير الحمد لله خالي خالي اولا انا من نشكي دحك شوف الوضع السوق هذا السوق انا يعني صالي من ام جابتني انا بالسوق يعني تجي عندي محل لا اقدر اسيطر على اجار البيت لا اقدر اسيطر على المحل على اجار مال المحل لا اقدر على العيشه يعني تصور تجيني مريه جابت لي ربع دينار ضربت لي الثياب مشتريها ثياب 500 ملزقت لي اياه الربع والله الالف ضربت 100 ثياب فقر واصل بالمنطقه اي والله لا اكو رواتب لا اكو تعيين لا اكو هاي التعويضات مال العائدين مليون ونص يعني ثاني عندي اربع نفرات وقاعد محل الله وكيلك يوميا قاعد ابيع 40 ب 30 الف دينار بيع كامل خابط زين انا مريض معدي اجار يوميا بس المحل يوميا 15 زين شو اخذ للبيت؟ صح هذه بس هذه الفتره اللي تعب بها السوق لو الفترات قديمه من رجعنا يعني هسه احنا خليتونا الامانه وبشلتوا الفلوس لاكو رواتب لاكو الرعايه هاي الرعايه راتب الرعايه يعني بربك كل شهر يعطيني 170 الف دينار شو اسوي بيه هاي مال مجاديه يعني هاي الدوله هاي احنا واحد احنا على هالدول هاي راحت يعني احسن الدول المفروض. يعني احنا اغنى الدوله اغنى الدوله احنا هاك شوف اهل العربايين شوف اهل السلك يعني العالم دايخه بنفسها يعني انت وفرت لي اماشي لك للعيشه لو تخلي لي الداعش لو تشيل لو ترجع لي لو ترجع لي فلوس يعني ماكو فلوس ماكو والله الله يكون بالعون لانه بصراحه ابو من اماله هذا انا ابو علي الوضع بهذا الظرف
لانه الوضع الرواتب، لانه وضع البلد جاي يتراجع، وهي لاصت علينا بصراحه. واللي واقع بها صاحب المحل المواطن اللي ما عنده ظهر، هو هذا اللي واقع بها بصراحه. ولا التجار ما لهم علاقه. اقول لك فلوس ماكو، فلوس ماكو، يعني هاك شوف الحان الله وكيلك، اجي من الصبح ما ارجع للعشاء الله وكيلك، الحالي جاي للسوق ونسوانه مكيفه، زلمها قاعد تشتغل. تعب ربك اروح عيد ورا ويديها قدام. يا هاي برب، هاي شنو مستقبلي؟ مستقبل جهال شنو؟ هاي شباب شنو مستقبلها؟ يعني تتصور تجيني مريه واحده تقول لي الاخ تشترين هسه لو بعدين؟ يعني ما يشتري؟ اي والله يخلص الشهر كامل وما مشتريال، واحده تقنع بالاخ. اي والله العظيم. تعال يا ابو علي، تعال من هاي الموضوع. يا الاستاذيه يعني العيد هاي ايام الاعياد، وحده تقول للاخ نشتري هسه لو بعدين؟ خلص العيد وما مشتريات حتى غراب. هاي النسوان هيك تضوج بالمشتري، عظيم اقسم بالله. تعال شوف الضحك، يعني بربك ابيع لعابه ب 1000 دينار تعاملني عليها عشان ازلي ابيع لها ب 500، الا جان بايقها انا اعطيها ب 500. الله يا طيب، الله يكون بالعون، وان شاء الله بلكت الله الله بينا عم، حتى احنا صوتنا ما حد ما يوصله. ترى كل شهر يجينا بالقناه يجي يفتر هنا، وشنو عايش يشتري شنو هذا، ما حد ما يوفر. حانا نسولف وحانا نطلع الله وكيلك، هاك شوف قاعدين ببسطين، راح اروح نصلي ونشوف بكي ربي، ندعي اللهم ان شاء الله يرزقنا. قمنا نتكل بس على رب العالمين، ماكو بعد بشر، كل شيء ماكو غير هذا ما عندي. لا الحمد لله والشكر. تحياتي لكم يا طيب، تحياتي. اطفالي والله اطفال، للاسف 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 الطفوله اصبحت في المحلات. حبيبي علاوي، الطفوله اصبحت بهذا الشكل منهكه متعبه، لانه الظرف اللي تمر به البلاد واقعا هو هذا الظرف بصراحه مخجل امام الدول، انه العراق او العراقيين يمرون بهذا الظرف ويمرون بهذه الظروف الصعبه اللي حتى حرمتهم من اكله الخبزه. تحديدا هذه المشكله اصبحت على الجميع دون استثناء، لانه هو وضع الناس اصبح بهذا الشكل للاسف. هذه اللقطات، هذه الصور، طبعا الاخوه اللي موجودين داخل السوق اصحاب محلات اللي الاحظه انا ملتزمين. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك عمي؟ الله يسلمك. يلا زين. الله يعزك. حياك الله. ويسلمك. الله يبارك فيك ويسلمك، اليوم احنا وياكم بالقضاء. اهلا وسهلا بك. هم نتجول وهم نريد نعرف وضع القضاء شلونه، وهم نريد نعرف وضع الناس شلون وضعها. وضع امني، وضع شغل، اقتصادي. الوضع الامني كل الزين. نعم. الحمد لله والشكر. بالنسبه للوضع الاقتصادي لا والله 50%. متراجع لانه رواتب هذا الشهرين ماكو. رواتب وعلى الشغل الوضع شويه راكب. فرص العمل بالله عمي، يعني فرص العمل للشباب هنا، اكو يعني فرصه عمل للشباب مشغولين بعمل داخل السوق وداخل القضاء لو ماكو؟ اصحاب المصالح شوي يعني ماشيين شغلهم، ولكن اصحاب الدخل المحدود لا والله صعوبه. اي صعوبه. شنو اللي صار بالقضاء جديد، انبنى جديد خلال هالفتره؟ عمار موجود؟ عمار موجود. اي الحمد لله والشكر. يعني الصور اللي نشوفها واللي توصلنا يقولون الرمادي جاي بها عمار، القضاء مثلا قضاء الفلوجه بها عمار، القضية البقيه بها عمار، يعني هذا واقع حال موجود. شيء ملحوظ وتشوف تبعينك يعني. اي تقدر تشوف الشوارع شلون تنبني والتبليط الحمد لله والشكر. نقدر نقول القضاء يعني تغير خلال هذه السنتين؟ طبعا تغير. اي لا تغير. الحمد لله. الحمد لله. تحياتي وسلام لك. الله يسلمك. على البايسكل القديم. اي والله احسن احسن. حبه رياضه لو. والله رياضه. رياضه. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا حبيبي عمي، حياك الله. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. والله تمام تمام. الله يحفظك الله يحفظك. كل وين قلبك. شلونهم وياك الجماعه؟ شلونهم وياك الجماعه؟ زينين زينين الجماعه؟ حبيبي حبيبي ورده ورده ورده. هذه بساطه الاخوه.
ذوي الاحتياجات الخاصة للأسف يمرون بهذا الظرف أيضا، وهو هذه صعوبة عليهم. السلام عليكم أخوان، شلونكم؟ شو أخباركم حبيبي؟ حبيبي شلونك؟ سولف وياك لو حبيبي حبيبي أنت حبيبي. أصحاب المحلات مثل ما لاحظت أنه حركة الناس وأصحاب المحلات التجارية اللي موجودين أكو نوعا ما التزام بطريقة العرض، بطريقة عرض مواتهم على بسطياتهم، وبالتالي القانون مفعل بهذه المناطق، ونتأمل ونتمنى كل الأسواق تكون بهذه الروح، بهذا التفاعل، بهذا التفاؤل اللي موجود. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله زين، شلون أمورك؟ حياك، اسم بالخير؟ علي. حبيبي أبو حسين، خلينا ننزل وياك شوية هنا. علاوي من زمان بالسوق؟ والله صار لي فترة يعني قليلة مو. أنا أريد أسألك أبو حسين على فرص العمل للشباب. تعرف اليوم الشاب إذا مخلص دراسته وما عنده تعيين وما عنده فرصة يشتغل بها، فيتجه يعني غير اتجاهات. لذلك إنه نشوف السوق أو سوق الفلوجة محتضن هذا الشباب، لو صعبة عليهم فرصة العمل بالسوق. والله هنا فرصة العمل صعبة، لأن تعرف الأمور المادية مو هي، وضع كورونا والناس قاعدة لا شغل لا عمل. أنا أحكي لك عن نفسي، أنا واحد من الناس خريج سنة تخرجت لا أشتغل هنا. خريج شنو؟ خريج إدارة قانونية. حلو. ما حد تقن الأنبار قسم إدارة قانونية، ودا أشتغل هنا والله صار لي فترة تقريبا شهر، هي أقل من شهر، ولا فرص عمل ماك. هذا خريج دا أشتغل معاون قضاء الدبلوم، دا أشتغل هنا كفيلك الله. يعني هم ما لكم مكان، خريجين هم ما لهم مكان، ماك فرص عمل، قاعدين لا شغل لا عمل لا تعيين لا كل شيء. لا تقول لك شركات، لا تقول لك منظمات حتى تفتح فرص عمل لشباب هاي قاعده، الام قاعده، الناس القاعده. عندنا معامل هنا اشتغلت رجعت طبيعيه تشتغل لو ماكو معامل تشتغل؟ الاسمنت مال فلوجه مال تكبيسه، وما اعرف عاد فاتحين ما المعامل، لو تفتح تفتح فرص عمل للشباب، الناس كلها تشتغل عاطلين عمل تفتح. حركة هسه اذا تلاحظ هسه المصدر هذا تشوفه الصبح مليان ملي، وناس كلها خريجه وناس كلها كفاءات اللي تشتغل. والشغل ما بيعيب، بس العيب انه تشتغل في مكان هو مديدك، العيب اللي تقعد ولا ما بيه شيء، يعني شغل تشتغل وتخدم اهلك وترجع ما بيه بلا. بس هو ايضا انا هم اكدها، لان هو هذا مو اختصاصك مو شغلك. بلا والله. واحد شنو شو يسوي يعني؟ ما يبقى قاعد. تبقى قاعد بالبيت يعني؟ لو اكو شغل، لو اكو مثلا فرص عمل، انت بك ما خرجت ما تنتقم شهادتك دراستك كلها مارستك من هذا، بس اذا انت قاعد شلون؟ يعني برقبتك عائله برقبتك هذا تظل يعني لازم الشهاده قاعد بالبيت؟ بالله. خريجين هواي خريجين. انا احكي لك واحد من الناس من هاي السنه هاي الدفعه مال كورونا. الله يكون بالعون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله. التزامكم بالاكو يعني اكو امور قانونيه بخصوص انه البسطيات اللي موجوده؟ اللي اشوفها السوق واسع ما شاء الله. واسع يعني لحد الرصيف واسع، هذا من الرصيف هذا الناس تمشي عادي وحركه طبيعيه، كل شيء ماك مفتوح اللي تشوف تلاحظ. يعني ما تقدر تنزل هذا الميز كله توصل لحد حد اي الشارع مفتوح، ناس حركه، الناس تاخذ راحتها من تمشي بالسوق تطب المحل، نساء من تفتار ماكو ماخذ راحتها فوق. حلو عندكم بلديه الاخوان بلديه يجون لهنا تنظيف؟ والله بلديه ماكو، بس تدري شفت هذا كل سنه دي يجونهم ياخذون فلوس من المحلات كل سنه مقطوعه مال الخدمات. كل باب ياخذون 125 يعني بالسنه مليون ونص تقريبا. تقصد بالشهر؟ بالشهر 125 بلديه. اي من عدد الوصولات يعني الوصل ياخذ من عندك 20,000 يقول لك تدفع، ما تدفع راح يجيب لك شرطه يقول لك ادفع. تدفع؟ ايه مجبور تدفع. زين البلديه شو مقدمت لك؟ والله شو مقدمه؟ تاخذ منك هذا المبلغ؟ والله ما مقدمه كل شيء، هسه عندنا هنا واحد يجي يلم الوساخن ونطيه. قبل شوي جاي ينظف؟ هذا ينظف ننطيه، هذا مو على البلديه. والله مو على البلديه. ننطيه هذا. تنطون انتم؟ ننطيه يوميا لي فلفين حسب. كابسات مال البلديه تطب للمنطقه؟ ما تطب هنا، تروح هناك لراس الشارع. تشيل الوساخ وتطلع. يعني اكو مكان لجمع نفايات بي؟ اي اكو مكان، بس وين؟ كل مغرب يعني بالمغرب يلا يجون. اي ما زين هسه احنا يم السوق اوكي ما عندنا مشكله انه نشوف الوضع الخدمات وموجوده. خارج المنطقه، خارج هذا السوق
شلون الوضع بالاحياء السكنيه مثلا؟ والله زين يعني كل زين. خدمات شيء؟ خدمات زين، الشرطه تعاملهم ويانا يعني زين يعني حيل زين. يعني هم اخوتنا يعني. بالضبط، هو هم منكم وبيكم. هم ليش اقول لك؟ لما هم احنا ما نرجع، كان ضلينا مهجرين. للاسف. اي والله، لان هم خطيئة ضحهم وتعبهم سهرانين الليالي. احنا نقول لك هم اخوتنا. هم يريدون منكم وقفه مساعده وياهم، لانه تعاون متعاونين ويانا، احنا نتعاون وياهم. اذا ما نتعاون وياهم المدينه تخرب. صحيح. انا اقول لك اياها. عندنا موجودة ما يتم الاستقرار. صحيح. اذا ما نتعاون وياهم المدينة انتهت. موفقين على راسي. على حياتي وسلامتي. سلامة بالسلامة اخوي. بخير حبيبي علاوي. حبيبي يسلم راسك. مثل ما لاحظت انا اكد على موضوع مهم. موضوع انه التعاون المشترك بين الاخوة القوات الامنية وبين الاخوة المواطنين. هذا موضوع بصراحة اللي لاحظته جيد جدا. وهذه هي جهود الجميع، لذلك انه وصلنا لهذه المرحله وفتحت الناس، ما كانت الناس بهذا الوضع وبهذا الروح اللي موجوده اليوم بالسوق، حركه الناس مستقره، الجو العام طبيعي جدا، تطلع بالمناطق تتجول طبيعي جدا، ما كانت بهذه الصوره. لكن موضوع مهم اما نريد نذكر الناس عنه، انه موضوع التعويضات اولا، التعويضات ضرورية جدا، انه حق الناس لهذه الناس اللي تدمر حلالها، تدمر وضعها. لذلك انه ضروري جدا ان يكون وقفة جدية بخصوص وضع التعويضات وانطيهم التعويضات صرفهم. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ حبيبي الغالي يا بسم. الحمد لله، الله يسلمك. بالخير. صالح ياسين معاضيدي. حبيبي والنعم، حياك الله صالح. الله يبارك فيك، شلون شغل اخوي؟ والله دارجة ماشي، نقول الحمد لله والشكر. الحمد لله، اذا مطلع الخبزه ومطلع البسطيه وفلوس البسطيه نعم. والله الحمد لله، نحمد الله ونشكره على كل شيء. الرواتب هسه تسمع انت كل ساعه واحد يقول لي الرواتب. اي والله كلها تشكي من الرواتب. موضوع الرواتب هو اللي يحرك السوق، هو اللي يحرك. طبعا اذا اجى راتب يوم واحد السوق يتحرك يوم واحد، وكلها تذب فلوسها وتقعد. صحيح. الماء يجي الشهر الثاني. والعالم هسه تشكي على مود التعويض ماكو. شفت انا جاي احكي بموضوع التعويضات وذكرت التعويضات. التعويض جزء من حق المواطن، انه دمر منزلا، دمرت مناطق. طريقته قاعده يعني ايجارات. واقل ايجار 400 500. اها. اي والله. يعني شلون على السوق مالنا شلون طلعه؟ شلون يطلع؟ هسه شوف السوق مالنا شوف تعبان. هاي من الصبح تلقيه السوق مصفر. وتركض على العشاء هاي. زين. ما حد استلم تعويضات معقوله؟ لو انا قبل شويه ابو محمد هم حكالي قال مو كلها استلمت تعويضات، اللي عده ظهر قوي استلم تعويضات. إيه؟ هذا اللي سمعته، هذا موجود يعني لو اي موجوده. بس انا هسه حاليا مثلا عندي مثلا معامله مال تعويض. إيه؟ هاي صار لي تقريبا 5 سنوات من مشيتها من جينا وجاي. مو 4 سنوات لا 5. ثلاث سنوات؟ اي تقريبا 3 سنوات. رحت تراجعت قال المعلقه المقاميه. قالهم والله بعدين الضبارات بعدين ما مشيناهن ما رفعناهن. ترفع للمحافظة. ايه ترفع بعدين يودوها لبغداد بعدين يجيبوها من نروح عليهم نراجعهم نقول بعدين ما رفع الا تطلع الوجبة الجديدة النوب. شنو وجبة جديدة النوب؟ تستلم الناس يلا تصعد هذا. اي بعد حد الان ما ندري شنو السالفة. وشغلة النوب مال 1.5 مليون هم ما تنشكي من عندها يعني. يعني هسه الفلوجة كذا تطلع على 3 4 المستلمين. وباقي المحافظ يعني مثل عندك عليش خابطيه خبطه واحده يعني. يخلي الفلوجه مثلا اسمها تعرف انت كل من ومدينته. بالضبط. هسه كثير عالم تشكي على 1.5 مليون. اي شغله التعويض. زين هسه خلينا نعبر التعويض، لانه التعويض الظاهر اذا صارت 3 سنوات او 2.5 سنين او 3 سنوات او 4. اي الظاهر الشغله مطوله. انتم على الله وثم على التعويض. شوف امتى ينطد يبني بيته يعني متامل. ما يعرف امتى شوف هو متامل على التعويض. كثير عالم جات تتقرض والله على التعويض وصارت مشاكل من هالسالفه. اي متاملهم على التعويض. اي وثاني شيء عندك الراتب مال مثلا الرعايه الاجتماعيه. كنا قبل نستلم كل شهرين 345 اكلم علينا شهر. انطونا بس ما الشهر 172 ماكو شريته منه قبل الطبيب مطارن.
هذا يا شهر تقصده؟ هذا الشهر اعطوني اياه، والشهر المضى ما اعطوني، يعني من كل شهرين ابغى الشهرين طوله، بس ما الشهر واحد. اي حسابك هسه حسابك صحيح يعني؟ متاكد من نفسك انه اي منطيني على اساس ما كل شهر ماكو، كل شهرين ينطونا 345، عبر الشهرين طوله بس ما الشهر واحد، شهر 172 هذا الشهر راح، ذاك الشهر ما انطونا اياه يعني اكل علينا. اي اشتكيتوا قائم مقام؟ توصلون قائم مقام؟ لو ما توصلون له صعوبه بس لله، بس لازم تنبهون انه توصلون هذه الصوره اللي موجوده بالقضاء. لو ما عندكم ارتباط بالقائم مقام مثلا؟ لا ما عندنا ارتباط يعني، ما عندنا، احنا شكوتنا بس لله. الله يكون بيك. الله يسلمك، الله يعينك. انت بسطيتك هسه هي قانونيه غير حسب الامور اللي البلديه كاتبتها لكم؟ والله تطلع وزايد و... ما ترجع لي ورا اطلع قدام، ارجع لي ورا اطلع، عايشين على الله ثم على هالبسطه. شو سوى اما والله ايجارات. الله يعزك، الله يسلمك، يبارك فيك. الله يبارك فيك وبجهودك يا طيب. خبزة حلال ان شاء الله حبيبي، حبيبي يا طيب. يعني شوفوا كل ما نحكي مواطن انه يذكر لنا موضوع التعويضات والتعويضات، وخصوصا المليون ونص اللي ذكرنا بها ايضا الاخ صالح. منحة المليون ونص اللي هي مقررة انه لازم تصرف، وهي اعتقد انه اكو بعض الناس استلموا، بس صالح يقول احنا بالقضاء يمكن استلموا 3 لو 4، بالتالي هاي المبالغ وين تروح؟ يعني انا عجيب سؤال، هذه المبالغ اللي تصرف الى مثلا التعويضات هي تصرف يعني الفلوس موجوده، من يقول تصرف يعني الفلوس صارت بخانه المواطن انه يستلم تعويضه، طيب هو ما مستلم صارت 3 سنوات، وين هذه المبالغ تروح؟ هذا سؤال واحد. السؤال الثاني انه معقوله ماكو خطه عمل وتشوف تكشف انه عدد اللي المقرر انه يستلمون المنحه المليون ونص هم ماكو خطه لهم؟ يعني شلون هم مستلمين وهم الفلوس مصروفه؟ وهذا كله تساؤلات نتمنى انه الاجابه عليها حتى تكون واضحه الامور. شلونك حبيبي عمي؟ الله يسلمك. اخبارك؟ الله يحفظك. ان شاء الله زين. الله يسلمك. شلون امورك؟ الحمد لله. ابو من؟ ابو ياس. ابو ياس حياك الله. ابو ياس، ابو ياس احنا اليوم يمكم بالقضاء، حياك الله. الله يبارك فيك. وهذا القضاء مر بظروف صعبة، وهسه رجعت الحياة الطبيعية، حياة الناس وحياة المواطنين طبيعية. ذكرنا احنا مواضيع هواية، من ضمنها المواضيع المهمة بالقضاء انه التعويضات وسالفة التعويضات. صالح يقول تعويضات ما استلموا بس 2 لو 3، وابو محمد يقول قبل شوية قبلك قال لا احنا حكم الضعيف، حكم القوي على الضعيف، ناس استلمت وناس ما استلمت. ابو ياس شنو السالفه؟ يعني معقوله هذا الحكي؟ لو مع التعويضات، بالنسبه للتعويضات ما استلمهم بس الناس اللي واصلين مهمين بالدوله، اما الضعيف اللي طبقه منتهيه طب اموره من تعبانه، اللي مهجر واللي بيته واقع لحد الان ما استلم كل شيء، واللي ناس امورها توب امورها كل زين اول شيء يطلع اسمه، يطلع اي والله هاي الماشي عندنا هنا بالمحافظه اسمه يطلع. وبالنسبه لهاي مات العوده للمنحه المليون ونص ما استلم منه كل شيء من عتها، بس اسماء، وهذه اسماء وهميه هيك تجي، يجوز كم اسم هيك وهذه هي، ولا ما حد استلم لحد الان. جاكم سجل الاسماء مثلا؟ منو اللي سوى المعاملات واستلم المعاملات؟ لو شو هنا بالفل مدرسة وسوينا فايلات وكملوها اجراءات كليه مستمسكاتنا وكذا، وقال راح ان شاء الله يباشرون بها من وزاره الهجره والمهجرين المليون ونص يعطيكم اياها، وكل شيء ما استلمنا لحد ياسن ابو ياس. صار تقريبا صار 3 سنوات من سويناها. اي والله من رجعنا، اي والله اللي سنتين من 3 صار، واي شيء ما استلمنا والله. انت وين سكنت؟ وين فتره التهجير؟ وين خلصت؟ التهجير والله بالعمليه. عمليه الصمود فلوجه. اي والله هسه الوضع ابو ياس اختلف اليوم، صار هدوء، صار امان موجود بالمنطقه ان شاء الله، وصارت اكو تعاون، الناس عرفت بعضها.
هذا الجانب يخلي العالم تتجه انه لاعمار المنطقه، لو هو الاعمار منتهين يم حاجه الاعمار. هسه الاعمار كله زين بالمحافظه، الاعمار زين، شوارع زينه، ولكن بس المواطن اللي متاذي هسه يعني اغلب الناس ما استلمهم كل شيء. اللي سوى المعامله مال تعويض ما يضع اسمه، يطلع بس اللي واصلين المهمين بالدوله عندهم معارف، هاي يطلع اسمه واصل، اسمه يطلع اول الناس. اما الطبقه الفقيره اللي هو ظل فقير يبقى فقير، ما استلم كل شيء. سووا فائده وفائده، والله وين راح البغداد؟ بغداد ما رجع المحافظه وظل هناك وكذا وكذا وصحت صدور ومدري شنو وماكو اي نتيجه. المناطق هذه معروفه الناس تزرع فلح، واكو ناس تزرع وما زالت تزرع. زراعتنا هنا بالمنطقه شلونها؟ ماشي وضعها؟ لو هم بيها معاناه والله بيها معاناه الزراعه. شنو المعاناه؟ معاناه دعم للفلاح ماكو. اي والفلاح من يسوق المحصول ماله لهذا المستورد الذاحل. دمر السوق. دمر السوق المستورد، هاي اي والله. فالبضاعة المحلية تنزل للسوق والله يعني أقرب الفلح هسه أنا قامت يعني شبهة يتركوا الزراعة. ليش؟ لأن تدمرت، دعم سماد ماكو، مبيد ماكو، دعم للفلاح ماكو. لو كمل محصوله وجابه نزله للسوق يلقى المستورد قدامه. وهو هذا اللي دمر السوق، لأنه تشوف أنه بضاعته الفلاح يتعب عليها موسم كامل وبالتالي ينزل للسوق ما تجيب حاجتها. ضمن انا فلاح هسه موجود هسه. اي والله انا احد الفلاحاني. والله احسن قاعد نزرع بوتيتا، نزرع مخضر. زين هسه السوق راغبها ياخذها منكم لو ما ياخذها، ولكن باسعار اسعار يعني كلش بسيطه. ما تناسب يعني لو سد المحصول لو ما سده. ابو ياسر انتم يعني ذاك اليوم انا هم كنت بمكان وهم ذكرنا الفلاح ووضع الفلاح، يقولون الفلاح يلزم سوق على الناس، من يشوف البوتيتا بس عراقيه بالسوق هم يعلق سوق البوتيتا. والفلاح اللي يتحكم بالسوق. لا والله مو الفلاح، والله مو الفلاح يتحكم بالسوق. والله يتحكم بالسوق هو حاليا هسه تقريبا البقال يعني اكثر شيء مستفاد اكثر من الفلاح. يعني الرجال هم جايبه من المكتب. اي هو هم جايبه من المكتب. هو نرجع ونقول السبب الرئيسي هو المستورد. دمر الفلاح ودمر البقال، المستورد يعني ما خلى النتيجه للفلاح. اي والله ما العلم البضاعه المحليه هسه يعني هي اوصل شيء، السوق البضاعه العراقيه هي ارقب شيء بالسوق وطعمها مرغوبه. اي مرغوبه في كل مكان، ولكن المستورد هذا مفتوح علينا، دمر الفلاح ودمر البقال ودمر السوق كله. تو حط بالعون حبيبي وياك. الله يسلمك، تعبتك هو. لا اشكرك، حياك الله يا طيب. تحياتي لك عزيزي. هذه اللقطات الطين لقطات عامه زميلي علي، ومثل ما تحدثنا بشكل واضح امامكم وتحدثنا بصور واقعيه جدا، وبالتالي نقلنا هذا الواقع الموجود. بالتالي انه خلينا نتحدث في هذه الدقائق الاخيره عن موضوع ايضا مهم، ألا هو موضوع بصراحة يخص الشباب. فرص العمل اللي موجودة خصوصا بهذا الظرف، فرص العمل تكون محددة، وبالتالي بصراحة أيضا تكون معاناة الشاب تكون أكثر، لأنه إذا ماكو فرصة عمل ماكو شغل، ماكو يد تدعم الشاب وتقف مع الشاب، لذلك نشوف الشاب في تراجع، وهذا الغير مرجو. نتمنى أن تحل هذه مشكلة الشباب وتحل هذه المشاكل المتعلقة بموضوع الشباب. أيضا احترام القانون واجب، واحترام الذات أيضا واجب من الأمور الواجبة. بالتالي أنا ممتن جدا للأخوة اللي قائمين على داخل هذا السوق، يعني محلات جنابر، انه التزامهم بالسوق والتزامهم بالوضع اللي تلاحظونه، وايضا هم يعتبرون اهل منطقه واهل هذه المنطقه، يعرفون وضعها ويعرفون القوانين اللي موجوده. بالتالي كل اللي نقلناه هو واقع حال، كل اللي نقلناه واقع حال موجود.
داخل هذه المنطقة وداخل هذا القرى. نتأمل ونتمنى أنه مشاكل القضاء تحل، وخصوصا موضوع التعويضات اللي تحدثنا به أكثر من شخص، وتحل هذه المشكلة، لأنه بصراحة مشكلة مو فقط شخص شخصين، لا هواية. لذلك يجب أن تحل، ويجب على وزارة الهجرة والمهجرين أنه يعطون توضيحات بخصوص هذه المنحة وبخصوص التعويضات اللي موجودة. طبعا تحياتي وسلامي لكم جميعا، وأشكر مرة أخرى الأخوة في القوات الأمنية العراقية ووزارة الداخلية والأخوة القائمين على حماية الناس ومواطنينا الأحبة في قضاء الفلوجة، وأخص بالذكر السيد عميد جمال هو مدير شرطة الفلوجة. بالتالي نتمنى الصحة والسلامة والأمان لكل مناطقنا ولكل ناسنا وأهلنا، ونتمنى أيضا تحل هذه المشاكل وتحل بأسرع وقت وتحل بقوانين تشرع. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد ركابي، والزميل اللي رافقنا اليوم علي فلاح. نشوفكم باكر بخير وسلامة، إلى اللقاء.